الحدث ديال ساعه سعيده كتنظموا اصوات هذه دابا 4 سنين. في 3 دورات الاولى كنا كنظموه بمدينه الدار البيضاء، وكيحضر معنا فيه جمهور غفير وفنانين ونجوم ونجمات كبار بالساحه الوطنيه والفنيه. وهذه السنه قلنا فريق اصوات علاش لا نبدلوا نمشيو عاوتاني عند الجمهور بمدينه الرباط، مدينه سلا وما جاورهما، لانه يعني الجهه ككل. وفعلا كاين تفاعل كبير مع الجمهور ديالنا. كنشكر كاع الناس اللي حضروا معنا وكاع الفنانين. فكانت الفكره انه كيتم تكريم 8 ديال النساء اللي هما من مستمعات اذاعه اصوات. كيفاش غادي نعملوا لهم هذا التكريم؟ بمساعدتهم على تحقيق المشاريع ديالهم، كانت صغيره او كبيره، بمساعدتهم على تحقيق الاحلام ديالهم، تعرف عليها وتشخيصها وتحقيقها. وايضا باننا كنهديو لهم يوم كامل ديال لو غلوكينغ. وكل سنه والمراه المغربيه بخير، ماشي فقط في يوم اللي هو 8 مارس او 10 اكتوبر اللي هو اليوم الوطني للمراه، ولكن في كل يوم. طموحي وحلمي انه اي مراه مغربيه تحقق الاحترام، تحصل على الاعتراف، تحصل على الكرامه اللي كتستحقها، لانه كل وحده فينا هادشي اللي كتستحق واكثر. اليوم انا جد فرحان انني متواجد في هذا الاحتفال هذا اللي دارته راديو اصوات في ساعه سعيده بالمناسبه ديال عيد المراه، اللي كنتمنى من كل قلبي لهم طول العمر والسعاده والفرح، لان المراه فيها الام ديالي، فيها الاخت، فيها العمه، فيها الخاله، فيها كل شيء. وكنقول لهم شكرا لكم على المسانده ديالكم، شكرا لكم على كل ما كتعمل المراه في الحياه ديالنا، وكنتمنى لهم التوفيق. تحياتي. لنا الشرف نحضروا بحال هذا ليفينمون اللي كيكرم النساء المغربيات، فيهم خوتنا ومواتنا والزوجات والاخوات والبنات. عجبنا الحال، تلقينا الدعوه من راديو اصوات وسمينا جايين زعما فيك ان كرون بليزير، كما قال لك الاخ عادل، يعني اوماج وتكريم للمراه المغربيه على المجهودات اللي كدير كامله وعلى الكفاح اللي كتكافح باش تكبر الاجيال، ولو في يعني في المهمات الصعبه ديالها ديال العمل اليومي. سي ان دوفوار بالنسبه لينا نكونوا حاضرين.